بطولات فرنسا المفتوحة لكرة المضرب أو رولان جاروس تقام سنوياً في العاصمة الفرنسية باريس. تقام البطولة بين 22 مايو والحادي عشر يونيو 2023. انطلقت دورة رولان جاروس الأولى سنة 1891. أما طبعتها النسائية فتأخرت بست سنوات، أي في 1897. سميت باسم طيار فرنسي بطل من أبطال الحرب العالمية الأولى، وليس له علاقة بالتنس. دخلت التونسية أنس جابر التاريخ هذا العام كأول لاعبة عربية وإفريقية تبلغ الدور ربع النهائي لهذه البطولة. نهائي البطولة سيجمع التشيكية كارولينا موكوفا وحاملة اللقب البولندية إيغا تشيونتيك، وستحصل الفائزة في النهائي على جائزة قدرها 2.3 مليون يورو.